عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس بخير، هانيه، شخباركم؟ الحمد لله، نبغيكم تكونوا بخير، ناشطين ديما الحمد لله، بارك الله فيكم، شكرا. ودابا اليوم غنخرج المدام وغادي نمشيو نتقداو شي حاجه ان شاء الله. السلام عليكم وتابعونا ان شاء الله. مشاهدين كي دايرين؟ لاباس عليكم، كنتمناكم تكونوا على خير وبخير. ودابا تبعوا خصكم يطا شوفينا تمشينا نديكم ساريكم معايا، وشكرا لكم. تابعونا اليوم. نهائي الله عمري طوب سكينه ما وصلت هاد الارض عمري. اول خرجه عندي طوب خرجه غاديه ان شاء الله. انتم حي اصطناعي هنايا، كاين مور هاد الفيديو هادو كاين الحي الاصطناعي، كيقولوا له معمل السناح. هاد الحي كيقولوا له معمل السناح. هذه المسيرة هذه الجي، وهذه هي البلاصة ديال المزاح اللي كنقولوا لها طريق المزاح، هي هذه. انتوما الطريق هذه بحنا هابطين لبن سوده دابا، الطريق هذه وهاد الطريق كنخليو كنمشيو عليها لعين السمن اللي غتدينا للسونتر فيلا. هذه هي عين السمن اللي قدامنا، راه كتبقى تحت منها زوارها. وصلنا لزوارة، هذه قنطرة لينا فوق السكة، هاهي الصعوبة هذي كدوز فوق السكة ديال السكة الحديدية، القطار كدوز كتخرج لبن سودا ليه. هذي الرمبة ديال زوارة، هادي زواغا بقات لهاد الجي. دابا هنا غنقطعو تحت القنطرة ديال التران، هادي هي القنطرة ديال زواغا. غنقطع هنا، غنقطع المرجة ان شاء الله. هي المرجة، هذه المرجة دعلال قديمة، شوف تبارك الله كي ولات طلعوا الموبلات هنا ولاو قداش الناس قاعدة في الجريدات خارجة كتفوج، المسجد واحد كيتبنى، هاد العمارات شوف تبارك الله داكشي ضخم داكشي ولا دابا. حنا قررنا نوصلو
ما يطوش غام كيكمل له ساكته مع راسها حتى تدوخها كدوخ. عندي المراه مسكينه ما كتخرجش على الباب حتى دابا لا ركبت في الطوموبيل دريا كدوخ. هذا هو واد فاس جهه ديال الدكارات التكسيلون. حنا وصلنا المرجان دابا ان شاء الله. وصلنا ان شاء الله. احنا وصلنا ان شاء الله، تابعونا. سميت هذيك السميه الاخرى اللي قلنا جانكير، خدينا جانكير احسن جانكير احسن ماركه جانكير، يعني غطيح بشي 1700 درهم 1800 درهم بحال الا 38000 36000 ريال 36000 البوطه ديال 100 احسن ماركه. دابا انا غادي نمشي ان شاء الله نخلصوا في لاكيس باش دابا انا شريت ان شاء الله هو ركبنا في الطوموبيل صدقاني وتابعونا ان شاء الله تنوصلوا وغنركبوه ان شاء الله بحول الله وهانتم معنا ان شاء الله تابعونا. كنا في بريكوما سالينا بريكوما بغينا نتقداو داكشي ديال الشوف وداكشي سالينا قالت لي تندخل المرجان حنا جينا المرجان ردونا من الباب. ما جيتنا ما عمرني ما شتو حتى لهذا النهار باش جيت انتم ما دخلت لا ولا شت ما كتبلهاش نهار اخر ان شاء الله ادرج لك نهار اخر نوريك ان شاء الله ان شاء الله يا رب. عمرها ما شافته كان وين غير نوريها شي شويه عمر تصوم يطو ما خرجت هذه اول مره الخرجه ديالي ان شاء الله. المهم تي وريتي المشاهدين شي شويه بعدا فاجيتيها شويه وريتيهم شويه ديال الاجواء ديالنا ديال مدينه فاس. هذا مرجان ديال حيوان فاس هذا هو فاس هذه بريكوما وهذا مرجان ومرجان اخر مره ان شاء الله غنجيبك اللون ساريك مزيان يلاه تابعونا ان شاء الله. راجعين بحال بن سودة هذه الخصة ديال الما ديال بن سودة حي بن سودة حي ولا غزاول تا هو زويون كما كتشوفوا الخصة ومرور السير يعني كتعرفوا الوقت ديال العشية كيكون زيار شي شوية ديما طريق تبارك الله عامرة هانتوما كتشوفوا حركة المرور عامرة هذه الخصة هذا الشارع ديال بن سودة هو الشارع الكبير ديالها قربنا للجزارة باصا للجزارة سطرنا شي بلايص تاع الساعه بغينا ندوزو سادين مازال 6 8 ديال الساعه كنا 6 تا هما واو سدو يا خويا في الجهه الاخرى الفوقانيه كيسيقوا يا خويا ودابا انا وصلتها
ودابا حنا وصلنا الحمد لله، وان شاء الله تيجي المعلم باش يكملنا تنقش ليا تيطرو فيها داكشي زوينه شي حاجه واعره. وتابعونا على ما تجي لا يطول ان شاء الله هي عاد داخله. تابعونا ودابا دخلت ان شاء الله على لا يطول هي دابا عاد جينا خوتي ومشينا كي قال هذا كي مشينا ميطو ما عندها زهر مشينا ما خلاش كاع المرجع قد فيا ما دخلتش المرجع ردا ان شاء الله. والله ما مشيت عمري شفت وليداتي مشيت زعما باش نشوف الدنيا مشينا مع الطلاي شويه ساليكم معايا الساعه ما كتبش مرة أخرى إن شاء الله كيسدو مع الثمانية وما لحقناش جينا الباب قال لك أولدي ولي ما كاين شي مسدودة ومرة أخرى إن شاء الله دابا حنا المهم جبنا المسائل بيت الله هذيك هي ومازال إن شاء الله نرجعو نجيبو حويجات أخرين. وشكرا لكم بزاف خوتنا العزاز الغاليين واللي خديتكم علينا وبالدعوات ديالكم وكلشي الزوين ديالكم اللي كديروه لنا هذاك الحمد لله اللي كيحفزنا وكنديروا شي حويجات ما يطو معمرها مسكينه كانت كتقول لي نبان حتى في اليوتيوب حتى تشجعت وقالت لك دابا ملي لقيت خواتات وخوت الحمد لله والله تنغامر وغادي نخدم مع خوتي حتى الاخيره ما في الحياه ديالنا ان شاء الله. وشكرا لكم خوتنا العزاز تندعي معاهم صباح وعشيه شكرا لكم رحنا بيت الله اللي رحنا بيت الله هذه السيمانه حنا كنباتو مخلين دارنا وكنباتو هنايا والله الا لا الراحه فيه والله الا كنرتاحوا والله مرتاحين الحمد لله بيت الله الا الرتاحه فيه ما يجيزونا مرتاحين. وانتم معنا ان شاء الله فيديو اخرين ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.